أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية عن خفض السرعة إلى 100 كيلومتر على شارع الشيخ زايد بن سلطان شارع القرم من جسر الشيخ زايد إلى تقاطع قصر البحر بالاتجاهين، وذلك تعزيزا للسلامة المرورية اعتبارا من بعد غد الاثنين. ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات للالتزام بلوحات السرعات الجديدة.